قالوا لي في جمله واضحه حط فيها اسم مصر جاوبت بحسن نيه الجمله هي تحيا مصر قالوا لي ارسم علامها فرحت وتخيلت قصر حواليه حراس كتير في وسطهم خطين ونسر تحيا مصر تحيا وعيونها تملي صحية وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه تحيا مصر حرة تحيا ألف مرة تحيا دحية مهما يجرى لنهاية الحياة مساء النصر مساء الإرادة والعزيمة مساء العزة مساء الكرامة مساء الورد على كل مشاهدينا في كل مكان أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الحياة كفاح كل سنة وأنتم طيبين كل المصريين بخير وصحة وسعادة وسلام وأمن وأمان كل سنة واحنا مع بعض كل سنه واحنا متكاتفين مترابطين كل سنه ومحدش قادر يهدنا ولا حد قادر ياخد من عزيمتنا ولا حد قادر يلعب لنا في وطنيتنا كل سنه واحنا بخير يا مصريين. عنوان يعني حلقتنا النهارده اكتوبر اسطوره شعب بس لسه الحرب ما خلصتش هنعرف ده هنعرف ازاي مع ضيفنا اللي منورني ومشرفني النهارده العميد محمد يوسف موسى نصر. عضو الهيئة العليا لمؤسسة القادة والمحاضر بالمجلس الوطني للتدريب والتعليم والمجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي نورتين وشرفتني يا فندم أهلا بحضرتك يا أستاذة زينب كل سنة وأنتم طيبين وتحية لحضرتك والفريق الإعداد كله وحضرتك طيب إن شاء الله طيب. الحلقة تكون موفقة إن شاء الله يا فندم كل سنة وحضرتك طيب وحضرتك بالصحة والسلامة يا فندم اه في برامج كتير ولينا زمايل كتير اتكلموا في تفاصيل حرب اكتوبر بس انا بصراحه وانا بقول مثلا انا معايا العميد محمد يوسف النهارده فكان السؤال لكل اللي قابلني وكل اللي عرف ان حضرتك طالع معايا سؤال واحد التخطيط لحرب اكتوبر كان ازاي؟ والنصر اللي كل العالم بيتكلم عليه بقاله 47 سنه ازاي؟ طيب هو في البدايه طبعا هنقول بسم الله الرحمن الرحيم وثيقه الذين اتقوا الى ربهم إلى الجنة زمرة حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين سلاما على كل أرواح الشهداء الله الذين ضحوا بالغالي والنفيس لاستعادة الأرض المصرية لولا تضحية الشهداء ما كانت الأوطان سلاما على كل جند مجهول آه روى بدماء أرض سينا وارتكز في مكان بعيد بعيد بالفعل هو بعيد لا يعلمه إلا الله لولا تضحية الشهداء لضاعت الأوطان فلازم في البداية نحيي كل شهدائنا الحاجة الثانية وده الأهم التخطيط للحرب قعد فترة كبيرة جدا أعتقد أن كان من يمكن من بعد العمليات العسكرية اللي حصلت سنة 67 وهزيمة مصر في هذا التوقيت أخذت العديد من المراحل وكانوا أربع مراحل رئيسيين كانت مرحلة الصمود ثم مرحلة الدفاع النشط ثم مرحلة الاستنزاف وانتهت بوقف إطلاق النار واللي تم فيها جزئية الخدعة الكبيرة اللي اتعملت علشان حرب أكبر. يعني أربع مراحل؟ أربع مراحل كل مرحلة لها مدة زمنية يعني مرحلة الصمود كانت 14 شهر مرحلة الدفاع النشط كانت ستة أشهر المرحلة الثالثة وهي الاستنزاف قعدت 18 شهر وده اللي اكتسب فيها القوات المسلحة خبرات وتدريبات عالية المستوى من من عبور المانع المائي قناة السويس عدة مرات والإغارة على وحدات العدو واسر بعض العناصر تفرغهم معلوماتيا كانت امور كده يعني حاجه في منتهى الرقيه كانت في خلال حرب الاستنزاف في حرب الاستنزاف اه في 67 تمام في مرحله وقف اطلاق النار هي دي كانت المرحله الحاسمه اللي يعني اللي دار في ذهن القياده السياسيه في هذا التوقيت حاجتين اما ان نستمر مره اخرى في حرب الاستنزاف وخلاص احنا خلاص عدينا المرحله دي بمراحل والحمد لله فقنا تماما العدو والعدو نفسه اعترف لله. ان هذه المرحله كانت اطول حروب بين الجيش المصري والكيان الصهيوني وانه هو بالفعل اتهزم وهم يعني زي ما بيقولوا كده حمدوا ربهم ان مرحله وقف اطلاق النار حتى يعني يشموا نفسهم من العمليات العسكريه اللي كان بيقوم بها الجيش المصري في هذا التوقيت. وناتي في مرحله خطه الخداع الاستراتيجي اللي قمنا بيها واللي كانت في الفتره من سنه 70 حتى سنه 73 لحد دي قيام دي. الحرب ثلاث سنين مهم جدا في هذه المرحله ان احنا نعرفها ونعرف مين العظماء اللي 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 يعني ممكن ما يكونوش معروفين قوي على مستوى الاعلام واللي يعني كان ليهم التخطيط الاقدر للوصول الى يوم 6 اكتوبر اتذكر أني كان ست ست المشير عبد محمد عبد الغني الجامسي كان رئيس هيئه عمليات القوات المسلحه كلف بشكل مباشر لتحديد ساعه الصفر لان خلاص احنا سنه 72 وصلنا لمرحله غلق الباب الدبلوماسي تماما بقى ل 73 وساعه الصفر بالتاكيد فغلقت المساعي الدبلوماسيه والسياسيه تماما تماما وفضلت حاله اللا سلم ولا حرب هي عامله زي المياه الراكده وكان لزام علينا ان احنا لازم نحركها بشكل او باخر وزي ما انا قلت ان القياده السياسيه في هذا التوقيت آه يعني كان عندها اختيار اما ان نستمر في حرب الاستنزاف وانا قلت ان احنا خلاص اكتسبنا خبرات عاليه على على القوات الاسرائيليه او ان احنا نقوم بعمل عسكري ضخم يفوق حرب الاستنزاف وكان هو القرار ان احنا هنقوم بهذا العمل يبقى القياده السياسيه خدت في هذا التوقيت الـ الـ هذا القرار كويس كان في مراحل كتيره في هذه الفتره علشان نوصل ليوم 6 اكتوبر الساعه اتنين الساعه الكلام ما حصلش بشكل عشوائي لان الحروب لا تتخذ بجره قلم ولكن لازم يتم الاعداد ليها بشكل قوي جدا وبشكل يعني في عمق وفي دقه وفي تخطيط عالي عالي المستوى زي ما انا قلت ان السيد الرئيس كلف وزاره الدفاع في هذا التوقيت او وزاره الحربيه تحيه الروح الطاهره طبعا ولكل الشهداء بالتاكيد وكلف المشير محمد عبد الغني الجمصي كان رئيس هيئه في هذا التوقيت بتحديد نقطه الصفر وتوقيت الحرب وكلف ظباطه وهم اتنين العقيد مهندس احمد نبيه والعقيد صلاح فهمي نحله وكانوا يعني موجودين في فرع هيئه عمليات قوات مسلحه في هذا التوقيت لتحديد التوقيت المناسب والدقيق لحرب اكتوبر العقيد مهندس احمد نبيه كان عنده خطه الخداع الاستراتيجي وكانت اهم خطه بالمناسبه في هذا التوقيت خطة الخداع خطة الخداع كانت رقم واحد ان هو اختار شهر رمضان وشهر رمضان معروف عندنا احنا كمسلمين بنوع من انواع الاسترخاء والكسل وبالتالي علشان تقوم في عمليه عسكريه في هذا التوقيت في هذا في الشهر تحديدا بالنسبه للعدو يعني ما يفكرش بالتاكيد فكرش. ما يفكرش ابدا لان ده حاله كسل يمكن مش في مصر بس ده على مستوى الامه العربيه والكلام ده كله بسبب اه دي حاجه فكان مهم جدا ان احنا نبقى عارفين ليه تم اختيار ان التوقيت يكون فيه كمان شهر رمضان في حاجه تانية على مستوى على المستوى السياسي وهو الاسم الخاص بالدكتور احمد حافظ اسماعيل وده كان مساعد وزير الخارجيه في هذا التوقيت وكان المستشار بالمناسبه الامني للسيد للسيد رئيس جمهورية في هذا التوقيت وبعته الى امريكا في هذا التوقيت علشان يدي انطباع يقابل وزير الخارجيه ويدي له انطباع ان الموقف المصري مع الكيان الصهيوني اصبح في ايد الاداره الامريكيه نحن لا نرغب في في الحرب ولكن احنا محتاجين ان احنا نحرك الامور بالشكل اللي يكون فيه شيء من الـ الدبلوماسية وإن إحنا نحاول يعني نتفاوض على هذه الأرض المحتلة والكلام ده وطبعا الانطباع اللي خده هناك وزير الخارجية بحالة الانكسار المقصودة من الدكتور أحمد حافظ في هذا التوقيت ادى انطباع لل لل للإدارة الأمريكية إن احنا لا حول لينا ولا قوة لا حول لينا ولا قوة خصوصا في وقت إحنا مش قادرين ناخد سلاح من روسيا طردنا ال, 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 ال الخبراء الروس لان مفيش فيش مصر ما عندهاش جيش دي كانت خدعه برضه اه يعني ما هي دي كلها كانت من الخدع خدع. ان احنا ما عندناش قوات مسلحه قادره على انها تعبر قناه السويس و و الكلام ده وان احنا بنرغب في الحل السلمي ونحرك بس العمليه السلميه طبعا الوزير الخارجيه نقل الصوره دي طبعا لل للكيان الصهيوني وكانوا في هذه التوق... في هذا التوقيت عملوا مقارنات سريعه جدا فلقوا ان قواتهم المسلحه هي قوات قويه جدا بالمقارنه بالقوات المصريه كعتاد و... وخلافه يعني وان خلاص مصر عمرها ما هتقدر تحارب بس الرهان في حرب اكتوبر كان على الشعب المصري والمجند المصري بالتاكيد لان لان كل الضابط يعني القوات المسلحه بشكل عام بالتاكيد يعني ما كانش الرهان على المعدات ايه ما هو دايما السلاح هي حديثه ولا قديمه ولا لا ده كان الرهان على الجيش المصري والشعب المصري كان ورا جيشه بالتاكيد وهي دي الخبرات اللي اكتسبها وكسر الحاجز النفسي اللي بيننا وبين الجنود الاسرائيليين في هذه الفتره وعمليات العبور اللي احنا عملناهم خلاص احنا كسرنا الحاجز النفسي تماما واتحطمت الاسطوره اللي قدامنا بشكل او باخر وانتظرنا زي ما احنا بنقول كده نقطه الصفر هتتم ازاي كان على العقيد صلاح فهمي تحديد النقطة الرئيسية لبدء المعركة العقيد صلاح راح لأماكن كثيرة جوه مصر زي مركز الدراسات العسكرية راح المخابرات العامة راح هيئة الأرصاد الجوية علشان يجمع داتا ضخمة جدا ليحدد من خلالها ما هو التوقيت الدقيق لتنفيذ حرب أكتوبر فلقى طبعا حرب اكتوبر, أكتوبر تحديدا كشهر هو مليء بالاحداث جوه الكيان الصهيوني عنده ثلاث اعياد بيبقى عندهم حاله من السكون التام حتى الالم ما بيقدروش يكتبوا بيه حاله سكون تام هي هي الاعياد بتاعتهم كده كان عيد الغفران عيد التوراه عيد المكال كمان الشهر ده هم بيبقوا مشغولين بانتخابات الكنيست كمان في شهر اكتوبر الى حد كبير يعني مناسب في الاجواء المناخيه وافضل شهور السنه من ناحيه قناه السويس والبحر وارتفاع الميه الرؤيه يعني في اجواء مناخيه يعني كثيره يعني كل التفاصيل حضرتك عايز تقول ان كل التفاصيل اتعملت لها دراسه طبعا علشان يقدر ياخد قراره بساعة السفر ده بالتاكيد لان القرار زي ما انا قلت مش بيبقى بجره الم لكن لازم كرين. بيبقى بدراسه مستفيضه بمنتهى أكيد. الدقه ومنتهى الحرفيه حتى الساعه حتى الساعه 2 ليه لان في حاجتين مهمين جدا اتنفذوا الساعه 2 رقم واحد هذه الضربات اللي تمت على الكيان الصهيوني في هذا التوقيت بالظبط الشمس في ظهر الجند المصري فمش هيحصل له اي نوع من انواع الزغلله لكن في عين الكيان الصهيوني ده رقم واحد رقم 2 الموجات اه الموجات اللي عبرت قناه السويس في حاجه كده في المدفعيه عندنا اسمها مراكز الملاحظه مراكز الملاحظه علشان تصحح نيران المدفعيه اللي بتضرب من 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 غرب للمواقع الخاصه بالعدو في الشرق تصحيح نيران المدفعيه بيبقى مهم جدا في هذا التوقيت <applause> آه كل الامور دي كلها يعني انا مش هخش بقى بس يعني في, في اكتر من كده لكن آه كان سياده العقيد صلاح بعد ما وصل لكل هذه المجمل الجميل من المعلومات وحدد نقطه الصفر بالتحديد جاب كراسه بنته واعتقد ان اسمها حنان جاب الكراسه بتاعتها بتاعت المدرسه وقلب الكراسه في الظهر وكتب التوقيت بتاع تنفيذ العمليه والنقاط اللي استند عليها وزي ما هي الكراسه اتعرضت على سياده المشير محمد عبد الغني الجمصي وزي ما هي طلعت على السيد رئيس اركان حرب قوات المسلحه في هذا التوقيت الفريق سعد الدين الشاذلي ومنها الى المشير احمد اسماعيل ومنها الى السيد رئيس الجمهوريه وتم التصديق في هذا التوقيت ان حرب اكتوبر ان شاء الله هتكون يوم 6 اكتوبر الساعه 2 10 رمضان وكانت الحرب وفعلا الجيش المصري والشعب طبعا المصري كان ورا جيشه أبهر العالم كله بالتاكيد لان احنا لما نيجي نتكلم على ان ايه اللي حصل بالظبط في الحرب الساعه 2 بالظبط كان في تمهيد نيراني كثيف جدا من المدفعيه ومن الطيران يعني اكتر من 2000 قطعه مدفعيه بيضربوا في نفس التوقيت على مواقع العدو ال 2000 كانوا بينتجوا في الثانيه الواحده حوالي 175000 175 طلقه يعني اجمالي ان قبل النص ساعه الاولانيه كان في اكتر من 400 ألف طلقه على رؤوس العدو في المواقع بتاعته اللي موجوده وفي الوقت ده نفسه اتحركت الموجات الاولى للقوات المسلحه المصريه عباره عن خمس فرق مشاه قوامهم حوالي يمكن من 12 ل 15 الف جندي عدوا قناه السويس اقتحموا الساتر الترابي رفعوا العلم وقعوا اول حصون العدو الساعه 3 الا ربع في الانطره شرق وده كان من من اكبر اه كان من اكبر الخطوط الدفاعيه للعدو وقعت في ايد المصريين قبل انتهاء الساعه الاولى استكملنا بعد كده مراحل كتيره جدا ضربات الطيران بتاعتهم في المطارات او اللي طلعت علشان تعمل هجمه مضاده او الكلام ده في في اللحظه دي يعني احنا تاكدنا تماما ان احنا خلاص حركنا الميه الراكده عدينا بقواتنا واعتقد ان القاده بتوعهم في هذا التوقيت حاولوا يمارسوا بعض الاكاذيب على الشعب الاسرائيلي في هذا التوقيت يعني طلع موشي ديان يمكن الساعه 8 بالليل علشان يقول لهم احنا هننتصر في الحرب ولا قلق من هذا كلها عمليات عسكريه ممكن تكون بسيطه لكن احنا قادرين على ان احنا نصدها يوم 9 طلع أه بن علي عازر اللي كان ماسك رئيس أركان حرب القوات المسلحة في هذا التوقيت أوه. وقال إن إحنا انتقلنا من من حالة الدفاع إلى حالة الهجوم المضاد وإن إحنا خلاص ابتدينا دي هزيمة جوه الهزيمة أه يعني طبعاً. كلهم مثلا يقولوا معلومات مغلوطة أو يقولوا مثلا حاجات مش بالفعل هم مارسوا معلومات فهما مغلوطة هم كده أصلا يعني. دي هزيمة بالتأكيد لأن خلاص هو بيحاول يعمل عملية رفع للروح المعنوية للشعب بتاعه لكن خلاص الهزيمة باتت واضحة آآ يعني. آآ بن أليعازر حاول قدر الامكان قدام الصحفيين في المؤتمر الصحفي أن يدي انطباع ان احنا منتصرين وان احنا يعني انتقلنا للهجوم المضاد وان العدو اللي هو احنا يعني قد كسر وان احنا خلاص في يعني احنا بننهي على الجيش المصري اللي في نفس اليوم وهو كان بالمناسبه تحديدا يوم 9 اكتوبر طلعت جلده مقير وانا محتاج ان انا اقول الفقره بتاعتها جولدا ماير طلعت قالت اننا إننا امام اعظم تهديد تعرضت لي اسرائيل منذ قيامها، لقد انهارت معتقداتنا الراسخه وايماننا المطلق بقدرتنا على منع المصريين من عبور قناه السويس ولكنهم نجحوا في العبور وتكوين راس الكوبري، ده اللي اكده موشى ديان بالمناسبه بعديها قال اعتراف آه مش مني نحن. اه موشى ديان طلع طبعا في نفس اللحظه وقال ان المصريين عبروا قناه السويس واحنا مش هنقدر نرجعهم تاني اعتقد ان بعديها بثلاث ايام آه 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 أهرون يعرف كان رئيس كان مدير المخابرات الحربيه في <applause> هذا التوقيت عندهم طلع وهو طبعا في حاله من الهجوم قدام الصحفيين وهو بيتكلم وبيقول ان الحرب دي قد يطول امدها لان احنا مش عارفين الامور ممكن توصل إيه خلي بالك النبره ابتدت تتغير من يوم <applause> 6 اكتوبر اللي كان بيقول فيها سنسحقهم الى ان أه ان امد الحرب ممكن يطول فتره طويله وبعدين طلع بقى عرفوا حجمهم الحقيقي اه طلع بن بن, بن... موشيه ديان في يوم 14 اكتوبر وهو يعترف بالهزيمه وبيقول ان هذه الحرب هي حرب مريره وثقيله بدمائها وثقيله بحروبها حروب الدبابات فيها في منتهى العنف خسايرنا كثيره والكلام ده. يوم 14 تاكد الشعب الاسرائيلي انه هزم وكل الاساطير اللي كانوا بيتكلموا فيها على ان هذا الجيش الذي لا يقهر و كلها اصبحت سراب الدنيا بالنسبه لهم زي ما بيقولوا كده ضلمت مش عارفين يعملوا ايه ومش عارفين يفكروا في ايه. الكارثه الثانيه اه طب, التانية طب إيه. حضرتك من الحرب وحضرتك دارس كويس يعني للحروب بشكل عام وحرب اكتوبر فعلا دي اسطوره شعب زي ما قلنا اللي هو عنوان حلقتنا بس الحرب لسه ما خلصتش فحضرتك تقول ايه للشباب؟ طيب انا عايز يعني بس يعني جيلي, جيلي اللي قبلي والجيل اللي جاي بعدي نقول له ايه طيب انا بس هكمل الجزئية الصغيرة هكمل الجزء هكمل بس الجزئيه الصغيره ديت ان ال... زي ما احنا قلنا ان الجيش الشعب الاسرائيلي لما لقى فعلا ان في هزيمه ساحقه تاكد بنسبه 100% لما رجعوا الاسره وهم مصابين من العمليات العسكريه والاسره والبيجامات والكلام دوت قالوا ان احنا يعني هزمنا شر هزيمه في هذا التوقيت ال... ال... الاسوا من كده وال والأقصى بالنسبة لهم من الناحية النفسية إن اتعمل حاجة اسمها معرض الغنائم هنا في أرض المعارض في مصر وهم دايما كانوا بيتباهوا في الحروب بتاعتهم إن هم بيعملوا معارض الغنائم لل... اللي أثروها من العدو اللي قدامهم فجأة في اليوم ده ان معرض الغنائم بيتعمل في دوله عربيه اسمها مصر وكان الاول من نوعه على مستوى العالم كله وبنتفرج فيه اللي بيتعمل معرض من النوع ده بيتعمل هنا اهوت و... واتعمل في مصر وكان فيه احتفاليه كبيره كان فيه مطرب جميل اسمه محمد نوح جاب اولاده وكانوا بيغنوا في وسط المصريين في معرض الغنائم وكان افتكر كويس قوي الاغنيه اللي كان بيقول فيها مدد مدد شد حيلك يا بلد احنا كلنا كنا بنتفرج على المعدات والعتاد العسكري اللي متدمر واللي ك... واللي تم أسره فكنا في قمة الزهو وقمة... قمة الفرح اللي حضرتك بتقوليه مخطئ مخطئ من يعتقد ان حرب اكتوبر طويت بوقف اطلاق النار ثم فتح باب الم... المباحثات علشان نسترجع كل الارض احنا عملنا الكلام ده كله في معاهده السلام احنا فيها بس هي اختلفت الاليات ايوه تمام كده لسه الحرب موجوده بالتاكيد ومصر لسه مستهدفه اه تمام ليه بقى لان احنا التطورات الداميه اللي في المنطقه بالكامل والاعداء الجدد اللي لبسوا عبايه الاعداء القدامى اصبحوا ظاهرين تماما وان الفكره بتاعتنا اللي كنا بنقول عليها ان خلاص احنا في حاله سلام اصبح كلمه السلام دي عباره عن سراب تدمير الوطن العربي بقى هو الاساس دلوقتي في هذه المنطقه ليه لان الكيان الصهيوني احنا قدام شعب متعصب متغطرس عنده يعني دائما وابدا الشعور بالحب في الدماء حتى الكيان الصهيوني لما اقام دولته في في فلسطين المحتله اقامها على دماء العرب صحيح. ودايما عنده في العقيده بتاعته ان الحرب تحمينا ودي المقوله دي اللي هم دايما حاطينها قدامهم الحرب تحمينا علشان كده احنا بناكد على الشباب خلي بالكم من بلدكم احنا بنحاول قدر الامكان ان جميل. احنا نسلحكم بالحقيقه بنسلحكم بالايمان بالله بالايمان بالوطن خلي بالكم ان الكيان الصهيوني هيفضل الى ان تقوم الساعه هو العدو الرئيسي بتاعنا مهما حدث اي اشياء على الارض من الناحية السياسية ولكن هيفضل هذا العدو هو العدو المستمر معنا إلى أن تقوم الساعة فخلي بالكم يا شباب احنا محتاجين كتير من التأمل كتير من الدراسة كتير من, من الفكر كتير من يعني ان احنا دائما وابدا نحط قدامنا ان العدو الصهيوني هو العدو الرئيسي بالنسبة لنا لازم طبعا طب حضرتك عايزين نقترح مثلا كده على نظام التعليم في مصر ان احنا ندرس للنشء الصغير مش حرب اكتوبر احنا ندرس ان احنا مستهدفين ان احنا لازم نبقى متكاتفين لازم في ترابط مش عايزين حد يفرقنا <applause> طيب خلينا نتكلم على ان التربيه والتعليم انا فاكر كويس جدا في المراحل الدراسيه الخاصه بيا ان احنا كان عندنا كتاب جميل جدا اسمه التربيه القوميه وده كان من الكتب الجميله اللي بت... بتقوي من ان الوطن العربي بالكامل لازم يكون مترابط لازم يكون ايد واحده لازم يكون على قلب رجل واحد لازم نبقى إحنا هم لازم يعرفوا إحنا علشان ما يقدروش يستقطبوه يعني إيه. لازم الناس اللي طالع ده كان ولد او بنت لازم يعرف ان بلده دي هي امه زي ما قلت قبل كده في حلقه سابقه للحياه كفاح ما يسمحش لاي حد ان يشككه مثلا في في بلده بالتاكيد لكن او ياخد من حبه البلد بالتاكيد لان احنا عندنا الوطن العربي كله هو يعني 22 دوله عربيه ليهم ثقافات ليهم عادات ليهم تقاليد واحده ليهم طموحات ليهم امال واحده لما جم زرعوا الكيان الاسرائيلي سنه 48 كان الهدف فيه انا معايا دقيقتين بس حضرتك تمام يعني هم تمام هم زرعوا هذا الكيان في قلب الوطن العربي سنه 48 ومن وجوده في هذه اللحظه حتى التوقيت اللي احنا فيه ده هو ليه توجه استعماري توجه استيطاني توجه استراتيجي علشان يزود ارضه من النيل للفرات ويمكن من النيل للفرات كانت زمان لكن دلوقتي هو عايز يبقى من المحيط الى الخليج لكن الحمد لله هذا الموضوع وقف تماما في 6 عندنا الحمد لله الجيش المصري والشعب المصري قوي بالتاكيد طبعا وهو يعلم تماما ان كل المواجهات ودي حاجه يمكن لاول مره هقولها في الاعلام اتفضل كافه المواجهات اللي تمت بين مصر وبين اسرائيل كلها كانت لصالح الجانب المصري عاد سنه 67 ليه لان احنا في 56 انتصرنا والتاكيد على انتصارنا ان وزير الخارجيه الفرنسي وال والانجليزي قدموا استقالتهم وتم اجلاء اخر جندي انجليزي من مصر يوم 23 ديسمبر سنه 56 ده رقم واحد رقم 2 67 احنا اتهزمنا فيها صراحة. اه لكن حرب الاستنزاف احنا قعدنا فتره طويله وكلها الحمد لله كانت لصالح الجانب المصري ثم 73 ثم مباحثات السلام ثم طاب فكل الجولات احنا بشكر حضرتك بشكر حضرتك سياده العميد سلم. محمد يوسف شكرا انا كنت سعيده جدا باللقاء معاك شكرا. بشكر الساده المشاهدين على حسن المتابعه تحيا مصر رغم كل حاقد رغم كل عميل رغم كل خائن تحيا مصر طول السنين تحيا مصر بشعبها الجميل تحيا مصر بالقوات المسلحه تحيا مصر بالشرطه الباسرة تحيا مصر